عودة من البريك مشاهدي سبورو تي في، أكيد مكملين معكم حلقة من عيد سوا من فندق بيت زمان بدمشق القديمة، لنحكي أكثر هلأ عن موضوع بيت الطفل السعيد اللي هو من المشاريع يلي افتتحها قداسة سيدنا البطريرك مغناطيوس أفرام الثاني بعام 2019 ليتم من خلال الاهتمام بالأطفال وتقديم الدعم لهم. تفاصيل كثيرة رح نحكي فيها مع مديرة روضة بيت الطفل السعيد أو هابي تشايلد هاوس هيدرا ملكي. أهلا وسهلا فيكي هيدرا. أهلا ريتا، وميلاد مجيد وينعاد عليك بكل خير يا رب. ميلاد مجيد ينعاد عليك. هيدرا، بداية بدنا نحكي شو هو مركز الطفل السعيد ولمين تابع؟ هابي تشايلد هاوس هو منظومة تعليمية تم تأسيسها بعام 2019 برعاية قداسة سيدنا البطريرك مغناطيوس أفرام الثاني كلية طوبة. بتقدم خدمات تربوية تعليمية ومهارات حياتية للفئات العمرية بين 3 إلى 5 سنوات، والهدف منها أنه هي مرحلة تمهيدية بتسبق لمرحلة التعليم الأساسي الابتدائية. تمام، احكي لنا أكثر عن الهيكلية الإدارية بهذا المكان. بدي أحكي شوي أنه نحن تابعين مباشرة لقداسة سيدنا البطريرك مغناطيوس أفرام الثاني لكلية طوبة، وبدي بهي المناسبة أوجه له شكر أنه هو رغم كل المشاغل والأنشطة اللي عنده إياها فهو ما بيتوانى أبداً أنه يكون متابعنا بتوجيهاته وإرشاداته لإلنا لحتى يكون في لنا الخيارات والقرارات الصائبة. ببيت الطفل السعيد في عنا لجنة إدارية هي من مهامها أنه مناقشة المشكلات والحالات والقرارات الخاصة بهابي تشايلد هاوس. إضافة بدي أحكي شوي عن داخل الروضة اللي هي الإدارة، اللي هي من مهامها أنه تشوف الترتيبات لبدء العمل، توزع المهام على المعلمات، متابعة مهام المعلمات، أعطاء إقرار المنهاج ومتابعة تنفيذ هذا المنهاج. إضافة لأنه نقطة كتير مهمة بيكون في تواصل بين الإدارة وأولياء الأمور، إضافة لوجود الكادر التدريسي اللي هو الأساس واللي بيكون دائما مع الأطفال واللي من مهامه أنه هو متابعة تعليم والإشراف على تعليم الأطفال القراءة الكتابة والحساب، إضافة للمهارات الشخصية والحياتية. تمام، مثل ما حكيتي هذا المكان هو مخصص لتنمية قدرات الأطفال خصوصا بفصل الصيف، عم نشوف فيه نشاطات متنوعة كتير عم بيقوم فيها هذا المكان. شو الخدمات يلي عم بيقدمها الهابي تشايلد هاوس للأطفال؟ أول شيء ريت رح أحكي عن الخطة اللي نحن بنتبعها بالروضة. عندنا نحن فصلين، فصل شتوي اللي هو عام دراسي كامل بيتضمن المنهاج اللي بيتم وضعه اللي بيعلم الأربع لغات اللي هي الإنجليزي العربي والفرنسي واللغة السريانية، إضافة للخبرات والأنشطة الخارجية، إضافة لفصل صيفي واللي هو بيقوم بتنفيذ نادي صيفي ترفيهي للأطفال وبيتضمن أنشطة بتخصصات معينة رسم موسيقى جمباز، لإضافة للرحلات والأنشطة الخارجية. فهي الخطة اللي بنتبعها أنه فصل الشتوي والفصل الصيفي. تمام، يعني الفصل الصيفي بيكون تركيز فيه أكثر على الأنشطة الترفيهية. هي بيكون ترفيهي أكثر من الشتوي. تمام، من حيث القيم كيف اليوم حضرتكم ككادر بهذا المكان عم بتنموا القيم عند الأطفال؟ العمر من 3 إلى 5 سنين هي مرحلة أساسية لحتى نقدر نغرس القيم عند الأطفال. نحن مثل ما بنعرف الطفل هو مثل الإسفنجة وقابل أنه هو يمتص كل شيء. صحيح. فأنا إذا بدي أجي إلا للطفل أنت لازم وجه له أوامر، لازم أنت تكون صادق، لازم تكون محب، لازم تكون متعاون، هي الطريقة ما بتنفع مع الكبار لحتى تقدر تنفع مع الصغار. فأفضل طريقة لأني أنا أغرس القيم عند الأطفال هي الملاحظة. مين بده يلاحظ؟ بده يلاحظ أبوه أمه، بده يلاحظ المعلمة، بده يلاحظ أصدقائه. تمام، فهي أكثر طريقة فعالة هي الملاحظة. وهون بيجي دور الروضة أنه هي تستثمر المواقف اللي عم يعيشها الطفل. يعني مثلا أن الطفل هو أثناء اللعب ما بيصير يكون لعب عشوائي، لا، بده يكون هادف، بدي يعلمه يتعاون، بدي يعلمه أنه هو يكون ماشي عن نظام تبعه. والإضافة لوسائل نحن ما بنتوانى أبدا أنه نستخدمها، مقاطع الفيديو، الأغاني الهادفة، القصص الدينية والاجتماعية، فهي كلياتها بتساعد أنه نحن نعزز له القيم، وبالتالي بيخرج الطفل عنده منظومة كاملة من القيم الخاصة فيه.
تمام هيدرا، كونكم كمان بتركزوا على بيئة ابتكار للأطفال، أنه يكون في عندنا بيئة ابتكار من خلال برنامج المكتشف الصغير، حتسينا أكثر عن هذا البرنامج. هذا البرنامج هو مشوق كثير، وبكل بساطة هو بيشتغل على تنمية التفكير العلمي عند الطفل. يعني نحن بنشوف أنه بيعملوا تجارب العلمية، بيعملوا تجربة البركان، تبخر، بيعملوا بيشوفوا كيف بيتم خلية النحل كيف بتشتغل، وكيف بيتم صناعة النحل، بتعرفوا على حيوانات الغابة. فهن البرنامج المكتشف الصغير هو بيسعى انه يعرف الطفل شو الأسباب العلمية لهي الظواهر، ليش هي عم تصير، وهذا الشيء عم يكتشفه عم يجربه بنفسه. تمام، فهون بتصير عنده الحماس وانه هو عم يعمل كل شيء بهيك بروح حلوه وبتشويق كامل، وعم يرجع يطبق هي الاشياء مع الاهل مع رفقاته. فبالتالي بنشتغل على المستويات العليا من التفكير للطفل، على التحليل، على التركيب، على الابداع، على الابتكار. هلا بمستوى 3 إلى 5 سنين بالروضه بيكون اشياء بسيطه بتناسب خصائصهم العمريه، بس بيطلعوا على المرحله الابتدائية هن ببلشوا بيصمموا بيركبوا بيعملوا دارات كهربائية، فهو برنامج جدا ممتع للأطفال. تمام، كمان مثل ما حكيت إنه دائما التطبيق العملي لأي شيء بنعمله هو بيحفر بالذاكرة، هو بيرسخ بذاكرة الطفل أكثر. صحيح. هلا دائما أو مثل ما قلتي مرحلة 3 إلى 5 سنوات هي مرحلة انتقال الطفل من الأسرة والجو المحيط فيه، إخواته وعيلته، لوسط خارجي لأشخاص آخرين، بيشوف رفقات، كمان انه هو رفيقي عنده ابوه امه وعائلته وكذا. اليوم كيف عم بنظم بيت الطفل السعيد هذا التغيير لدى الطفل؟ ريتا، اصعب مرحله نحن بنمر فيها هي انفصال الطفل خصوصا من عمر 3 سنين عن صحيح. عن الاسره، عن الاب والام. فالشيء اللي نحن نشتغله ببيت الطفل السعيد هو كتير مهم، انه منواجه موضوع انه هو عم ينفصل عن مجتمعه الاول اللي هو الاسره، عم يبلش يندمج بمجتمعه الثاني اللي هو الروضه. فاول موضوع نشتغله ببدايه العام انه اسمه موضوع انا وروضتي. فهو شو بيعمل؟ بيعرفه شو هي الروضة، مين الكادر البشري الجديد اللي أنا فاتح حياتي وعم اتعامل معه، شو هي الروضة. بنعلمه عن مشاعره، ليش أنا حزين وليش أنا سعيد وشو السبب بهي المشاعر، حتى يعرف حاله أنه أنا عم ببكي لأنه ماما أو بابا تركني، فأنا ليش أنا عم ببكي لأنه هن تركوني. فهذا منهجي، يعني بنشتغل أول شغلة أنه على الموضوع تبع أنا وروضتي، ليقدر بقى يبلش ينفصل عن مجتمعه الأول ويبلش يندمج بمجتمعه الثاني اللي هو الروضة. هاي جانب المنهجي. إضافة أنه بعمر 3 إلى 5 لازم يكون في كتير طمأنينة وأمان يحس فيه الطفل، لحتى يحس أنه هو كمان بحضن دافئ بعيد شوي عن حضن الماما والبابا. إضافة أنه نحن بيساعدك على الروضة أنه هي نظامها مختلف عن نظام المدرسة. نظام المدرسة شوي بيكون هو صارم في له نظام معين، أما بالروضة هي بتجمع بين المنزل، تمام، بتجمع بين أنه أنا عم بلعب وأنا عم بتعلم. فهي الانتقال التدريجي عم يكون لعنده، وهيك نحن شو بيكون الولد شوي شوي بلش يندمج وعم يكون حياة وتربية متكاملة بين الأسرة وبين الروضة، وهيك بنضمن بهي الطريقة انه هو ببلش حياة مدرسية ناجحة. يعني هو انفصل من عمر 3 لعمر 5 سنين عن أسرته، فبيطلع على الابتدائي هو جاهز ليقدر يعيش بمجتمع كمان جديد عليه. تمام، بدنا نركز شوي كمان على ناحية الدعم النفسي والجسدي. اليوم نحن كأي مركز تعليمي أو حتى روضة يعني للعمر الأصغر، من واجبنا تعليم العادات الصحيحة الأساسية عند الأطفال. اليوم مين عم بيقوم بهي المهمة؟ في عنا أشخاص معنيين بهذا الموضوع؟ بدي أحكي شوي عن الآلية. نحن هدفنا أنه نحن نعمل نشتغل أنه ننمي الطفل من جميع الجوانب. فالآلية اللي بنشتغلها انه نحن بيكون في عنا تقييم دائم لحالة الطفل من جميع جوانبه. كيف يعني من جميع الجوانب؟ انا عم بحكي سلوكيا وادراكيا وجسديا ونفسيا. تمام، هذا الاختبار بيكون قبلي وبعدي، وانا بقيس قديش عم يتطور عندي الطفل، ومن خلال الملاحظة
واحتكاكي أنا الدائم يوميا مع الطفل، أنا احتمال اكتشف أنه هو في عنده مشاكل فأنا بدي عالج له إياها. كيف منعالجها؟ أول شغلة أني أنا بحدد هذا السلوك تمام يلي هو لاحظت عليه أنه سلوك هو غير مقبول، تمام؟ بقيس هذا السلوك قديش هو عم يتكرر وبعرف شو السبب، لأنه ما في طفل بيعطيكي سلوك غير بيكون له سبب. شو صاير معه بالمحيط اللي حواليه؟ بتواصل مع الأهل بخبرهم أنه نحنا في عنا سلوك جديد وبنحط خطة إرشادية بالتعاون مع الأهل، ما بيصير نحن نشتغل بيكون بدون ما يكون في تواصل دائم مع الأهل، وبنحط الأساليب اللي هي بدها تعزز الأشياء والعادات الصحيحة عند الطفل وتقلل من العادات والأشياء اللي ما أنا صحيحة. هاي من ناحية نحن كروضة. أما في حال اكتشفنا أنه نحن غير قادرين على تقديم هاي الخدمة للطفل، فهي بحاجة طبيب مختص نتواصل مع الأهل إنه نحن لقينا هي المشكلة عند الطفل، تمام؟ سواء كانت نفسياً أو جسدياً متعرض لمشاكل هي من جوانب متعددة وهي بحاجة لتدخل طبي بعيداً عن الروضة. تمام، أكيد هذا يعني شغلة كتير مهمة إنه الطفل عم بيقضي تقريباً نص نهاره بهذا المكان، فممكن هذا السلوك يطلع وهو بالروضة وما يكون موجود بالبيت. والروضة هي المكان الأقدر على ملاحظة هيك سلوكيات عند الطفل. تمام، بمجال الرسم والرياضة الجسدية شو هو برنامجكم؟ كيف عم تستهدفوا الأطفال؟ هي من المواد اللي جدا محببة عند الطفل، اللي هي مشوقة وممتعة عنده. هلا أنا الرسم بيتم وضع منهاج خاص بالطفل بتناسب خصائصهم العمرية، وغالبا نحن بنربط الرسم مع الخبرات اللي عم ياخذها. على سبيل المثال إذا أنا عم باخذ خبرة عن فصل الشتاء، فالموضوع اللي بده يكون عن الرسم هي لوحة عن فصل الشتاء، وهذا بنكون نحن عم نطبق المنهج اللي نحن بنتبعه هو الخبرة المتكاملة. أما عن ناحية الرياضة فنحن بالصيف بيكون في عنا الجمباز والباليه، إضافة لمدار العام كله بيكون في عنا الألعاب اللي نحن منصممها، وهي هي الألعاب بتكون مدروسة لحتى تقدر تنميه جسدياً وبدنياً. بدي نوه كمان لشغلة مهمة، إنه نحن الطفل بقلب النهار بيكون عنده تقريباً 30 دقيقة هي لعب حر، فبيكون بهذا بالوقت عنده كرات، عنده كرة السلة، كرة الطائرة، الحواجز، تمام؟ فهو بيمارسه بأشياء هادفة وبيكون عم ينميه جسديا وبدنيا. إضافة لمادة محببة جدا للأطفال هي الموسيقى، واللي نحن كتير بنشتغل عليها كمان بحسب خصائصهم العمرية، وكتير منأكد على الأغاني القديمة والراقية، يعني نعطيهم أغاني للسيدة فيروز، نعطيهم الأغاني للسيدة ماجدة الرومي لحتى تضل عندهم هذا الفن الراقي، واللي عنده مواهب يقدر أهله ينمو له إياها أكثر. صحيح، حكيتي كمان هلا الرسم والرياضة والموسيقى كلها كمان هي أكيد أشياء أساسية بالحياة، ولكن كمان تصنف مع الأشياء الترفيهية. اليوم بوجود مساحة ترفيهية للأطفال إلى جانب هي الدروس، شو كانت نشاطاتكم الترفيهية لعام 2023؟ الأنشطة الترفيهية إلى تأثير إيجابي، يعني كالكبار نحن بنحبها لسه أكثر من الصغار. صحيح. إلى تأثير إيجابي كتير، بتقوي لهم شخصيتهم، بتوسع لهم مداركهم، تربط الأشياء النظرية اللي عم ياخذوها بالأشياء العملية. من الأنشطة اللي نحن عن جد بنتميز فيها بالهابي تشايلد هاوس، رحنا على حديقة الحيوانات، رحنا على متحف العلوم، ركوب الخيل، رحنا على حديقة الحديقة وأخذوا معهم مكبرات ليكتشفوا الحشرات، ليتعرفوا على مظاهر فصل الخريف. فأنشطتنا متنوعة، إضافة للاحتفالات، احتفال بعيد القديسة بربارة، احتفال بعيد الميلاد المجيد، فالأنشطة الترفيهية جدا مهمة لهذا العمر. تمام هيدرا، خلينا نحكي شوي إحصائيا، اليوم قديش عدد الأطفال المستفيدين من هذا المشروع خلال سنة 2023؟ وهل لاحظتي أنه بمرور الأعوام عم بيزيد عدد الأطفال المقبولين بالروضة؟ أنا بدي أحكي شوي عن سابقا، نحن بدأنا بعام 2019 مثل ما قلت لك، نحن بدأنا بعدد 14 طفل، وظلت الأعداد عم تزيد عنا لصار عنا 80 طفل. بس نحن الأهم من الأعداد كتير نشتغل على جودة العمل،
انه نحن تطلع عنا المخرجات التعليميه يلي نحن مخططين لها لحتى نتاكد انه الخطه التعليميه اللي نحن حاطينها هي ماشيه بالاتجاه الصحيح اللي نحن بدنا اياه، ولنقدر عن جد ناسس ونساعد هذا الطفل ليروح للمرحله الابتدائيه وهو مؤسس. وقت انا احكي عن التاسيس كيف يعني ان التاسيس دراسيا كقراءه وكتابه وهن عم يطلعوا من عمر الخمس سنين كجثري وهن قادرين على القراءه والكتابه، عم اسسه بشخصيته شخصية قوية، عم يروح على المدرسة وهو عنده شخصية قوية قادر انه هو يواجه المجتمع الجديد بده يفوت عليه وقادر انه هو يحل مشاكله ويواجه المواقف الجديدة اللي بده يتعرض لها. بدي نوه كمان لشغلة انه بكل فخر الهابي تشايلد هاوس عم تخرج من افضل الدفعات دراسيا وعم يكونوا الاوائل بالمرحلة الابتدائية، وهذا الشيء نحن عم ناخده من تقييم الاهل لأطفالهم إنه هن جدا مرتاحين جدا مؤسسين وشخصياتهم قدرانة إنه هي تكمل بالمرحلة الابتدائية. أكيد، ونحن كمان فخورين بنكون فخورين فيكم ككادر تدريسي وكروضة تابعة لإلنا كسريان، بنفتخر لما بنعرف إنه النتائج هيك عم بتكون حلوة. أكيد اليوم هيدرا أكيد بمشروع بهي الضخامة في صعوبات لا تحصى، يمكن شو الصعوبات اللي عم بتواجهكم بعملكم؟ في صعوبات أكيد، ما في مشروع هو ما بيواجه الصعوبات، بس هي الأهم إنه نحن نقدر نزلل هاي الصعوبات ونحلها. كان عندنا مشكلة الكهرباء بس الحمد لله قدرنا إنه نحن نجيب الطاقة الشمسية. عندنا أمراض صعوبات بنواجهها هي عدم كتير تجاوب الأهل معنا، في أهل ما بيعترفوا بمشاكل معينة موجودة عند الهي أو ما بيكون في تعاون بين بين الروضة والأهل. في صعوبة قد ما أنا ما بعتبر الصعوبة أنما صعوبة قد ما هي تحدي إنه اختيار وانتقاء الكادر التدريسي. نحن بيكون الكادر التدريسي مرحلة رياض الأطفال هي مرحلة جدا صعبة، والمعروف أنه هي كل ما قلت المرحلة هي أصعب بالدراسة والتعامل غير المراحل الكبرى. فنحن أنه ننتقي الكادر المؤهل والمدرب وأنه يكون في عنا كادر مميز هي صعوبة، بس الحمد لله بالهابي تشايلد عم يكون كادرنا مميز وعم نقدر أنه مؤهل ومدرب نقدر نتعامل ونقدم هالخدمات للأطفال. تمام هيدرا، باختصار خبرينا عن نشاطات الهابي تشايلد هاوس بفترة الميلاد. بفترة الميلاد بنحب نعيش الميلاد عن جد مع أطفالنا، فمنعيش أهم شيء أنه هن يعيشوا قصة الميلاد. شو قصة ميلاد سيد المسيح؟ منزين الشجرة، منعمل الكوكيز إذا بتتذكروا كمان مرة كان في عنا استضافة لكم عنا، منعمل العمل اليدوي اللي بياخده بيأرجي أمه إنه هو شو اشتغل وبيعلق على الشجرة عنده، إضافة إنه نحن منعمل حفلة الميلاد واللي هي كلياتنا منستنى البابا نويل ليجي ويعطينا الهدية ونتصور معه، فبتكون شهر كامل عم نعيشها مع أطفالنا، منعيش الميلاد بكل تفاصيله. أكيد فترة حلوة ومميزة وعايشة مع الأطفال يمكن بخليها تكون مميزة أكثر. اليوم شو الرسالة اللي بتوجهيها للأطفال بمناسبة عيد الميلاد؟ بدي أقول أهم شيء إنه نحن نعيش الميلاد، إنه نتعلم من ميلاد سيد المسيح التواضع المحبة العطاء. هي رسالتي للأولاد، أما رسالتي للأهل إنه أنا كتير بتمنى إنه نحن نعيش الميلاد مع أولادنا ببساطته بدون الزينة والبهرجة، والأكيد إنه نحن نعمل أنشطة ما تكون إنه بس الروضة هي اللي عم تعمل الأنشطة لأطفالنا. أني أنا أقعد مع ابني، أنا كتير بحب إنه نحن ناخد أولادنا على دور أيتام، ناخدهم على دور المسنين يساعدوا الفقراء. تمام، فأنا بكون عن جد عم عيش الميلاد وعم عيش العيد الحقيقي، وابني بس بكون عم مارس هذا الشيء بيكون هو عن جد عم ياخذ القيم اللي لازم أنا أعطيها. صحيح هيدرا، بدي أتشكرك كثير لأنه كنتي معنا اليوم بسوبورو تي في وعرفتينا أكثر عن هذا المكان المليء بالدفء والجمال. شكرا كثير لك، كلمة أخيرة لك. بدي أول شيء وجه معايدة لهابي تشايلد هاوس، أهل وأطفال وكادر تدريسي كل سنة وهن سالمين.
بتمنى من ميلاد ملك السلام انه يعم السلام على جميع انحاء العالم. في رساله هيك كلها تحيه محبه وامان من هابي تشايلد هاوس لاطفال غزه، اللي بنتمنى لهم انه دائما يرجع السلام والامان لهم. بدي اشكركم سبورو تي في، وشكرا لاستضافتكم، وكل سنه وانتم سالمين. وانت سالمه هيدرا، شكرا كثير كثير لك، وشكرا على وقتك ايضا. مشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لختام لقائنا لليوم من عيد سوا بعد البريك.